السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في فيديو جديد لقناة إيمان عبد الحميد. النهاردة فيديو النهاردة عن كيف تشتري الفاكهة والخضار بأرخص الأسعار. هقول لحضرتك مجموعة أشياء بسيطة خالص أو تنبيهات هتقدري تشتري منهم خضار وفاكهة بأسعار كويسة. الأول حاجة وأهم حاجة لما تيجي تشتري خضار وفاكهة حضرتك، انزلي وأنت شبعانة. إزاي يعني انزلي وأنت شبعانة؟ أقول لك، لأنك لما تنزلي مثلا وأنت جعانة تروحي هناك تلاقي بدنجان، تقولي أنا هجيب مثلا، مش هجيب كيلو واحد بدنجان، لا هجيب 4 كيلو، شويه اخللهم شويه احشيهم، وبعدين باقي اعمل بيهم شويه مسقعه، وبعدين الباقي اعمله واشيله في الفريزر والحاجات دي. وتبتدي تتخيلي بقى، لان انت جعانه فانت عايز تعملي حاجات كتير قوي بالبدنجان ده، فتشتري كميه كبيره. لقيتي مثلا شويه بطاطس، قولي لا لا لا، مش هشتري 2 كيلو، انا هشتري 5 كيلو، اسلق شويه واحمر شويه واعمل شويه صينيه واعمل شويه بطاطس محشيه، وتفضلي تتفنني بقى. فبعد اذن ساعتك قبل ما تنزلي تشتري اي خضار او فاكهه حضرتك تكوني شبعانه، يعني اكلتي اي حاجه. اوكي، يبقى احنا متفقين قبل ما نشتري الخضار والفاكهه هننزل واحنا شبعانين، هذا اولا. الحاجه الثانيه، بلاش حضرتك تتفزليكي وتروحي تشتري الخضروات والفاكهه من مول كبير، لان في مولات او سوبر ماركتس كبير قوي، هايبر كبير، تروح بقى حضرتك عايزه تجري الترولي ده وتشتري خضار والفاكهه. لا، ما تشتريش من الهايبر ولا تشتري من السوبر ماركت الكبير. في اختراع كده اسمه سوق الخضار، وفي ناس بيقفوا على عربيات او بيقفوا في محلات، حضرتك ممكن تشتري منهم، بتكون اسعارهم ارخص كتير من الهايبر، وتقدري تشتري براحتك. يعني مثلا ممكن تشتري حاجة سعرها بسيط، مش زي اللي في أسعار الهايبر الكبيرة دي. فمن فضل حضرتك أول حاجة انزلي وانت شبعانة، الحاجة التانية بلاش تشتري من سوبر ماركت أو من هايبر كبير أو الحاجات دي. أوكي؟ طيب الحاجة التالتة، الحاجة التالتة حضرتك خزني الخضروات في غير اوانها. يعني ايه؟ يعني مثلا اشتري بسله كتير، لو لقيتي بسله رخيصه بتبقى مثلا تيجي او يعني في نص الموسم كده تبقى ترخص قوي، فخدي كتير منها وخزني، فصصيه وحطيه في الفريزر. تاني كل الناس كده دلوقتي عندها ديب فريزر او بتقدر تخزن في الفريزر. خزني برضو الباميه وكل حاجه اتعلمي تفريزها، يعني اليوتيوب ما خلاش اي حد مش ما يعرفش اي حاجه. فالخضروات اللي انت شايفه ان هي سعرها رخيص قوي اشتريها كتير وخزنيها، بترجع تنفعك ويبقى ليها مجال تاني كمان. يبقى متفقين؟ ما تروحيش وانت جعانه، ما تشتريش من هايبر او سوبر ماركت، وخزني الخضروات في غير اوانها. الحاجه المهمه بقى دي اللي انا حابه دايما اقول لكل الستات عليها، بلاش حضراتكم تشتروا الحاجه اللي ممكن تتعمل في البيت. ازاي يعني؟ يعني انا بلاقي ستات بيشتروا طحينه، ما بعرفش بيشتروا طحينه ليه، مع انها بتتعمل في البيت بسعر نص اللي بيتباع بيه في السوق، غاليه جدا في السوق. انما انت لو عملتيها في البيت سمسم على شويه دقيق على زيت نوع كويس وخلاص، وخلصت على كده وتبقى كويسه. غير الطحينه، المايونيز والكاتشب، الامهات اللي بتحب جدا جدا تخلي ولادها يعني ياكلوا كاتشب او بيحبوا الكاتشب او الحاجات دي، والله انا اعرف احد الامهات جابت ازازه مايونيز فاضيه بعد ما استهلكتها، بقت تعمل هي مايونيز في البيت وتحطه في نفس الازازه وتقول لولادها تعالوا انا اشتريت لكم مايونيز حلو اهو، ويرجعوا ياكلوه ويفتكروا ان هو صناعات بره. فانت لا تشتري كاتشب ولا مايونيز ولا طحينه ولا اي حاجه، كل الحاجات دي ممكن تعمليها بسهوله في البيت. في كمان حاجة مهمة قوي، في حاجة اسمها الخدع الغذائية، أعتقد لو شفتوها على اليوتيوب هتبقى كويسة، إنك أنت مثلا بربع كيلو لحمة مفرومة تقدري تعملي مثلا كيلو كفتة، بشوية بقليل من الخبز عيش يعني تقدري تعملي بيه طحينة كتير جدا، وهكذا. الخدع الغذائية دي كتيرة قوي موجودة على اليوتيوب نقدر إن إحنا نشوفها. فبعد إذن حضرتك أما تسوقي بلاش تشتري وأنت جعانة، بلاش تشتري من سوبر ماركت أو هايبر، اشتري من سوق خضار، اشتري حاجات وخزنيها في غير أوانها. الحاجات اللي بتتباع اللي تقدري تعمليها في البيت دي ما تشتري. في حاجة أخرى حابة أقول عليها وبرضه هي مهمة جدا، بلاش حكاية العروض الوهمية. في حاجة اسمها العروض الوهمية، يعني حضرتك مثلا تروحي لهايبر كبير أو سوبر ماركت كبير يقول لك إحنا عاملين عرض على الجبنة 10 علب بسعر 5 علب، فأنت تقومي مشتريها واخداها وتقولي خزنها في البيت. لا، الحاجات دي بتكون منتهية الصلاحية أو بتكون صلاحيتها قربت تنتهي، فبعد إذن سيادتك ما تنخدعيش بيها. حاجة كمان عايزة أقولها لحضرتك بمناسبة يعني قصة البيع والشراء، بلاش تنزلي السوق تشتري شوبينج مع واحدة صاحبتك. أنت مش هتعملي يعني جمعية خيرية رايحين تشتروا مع بعض الشوبينج بتاعكم، ما ينفعش ان حد يطلع على اسرار الاخر. حتى هتقولي دي اسرار ايه، ده انا راح اشتري خضار، اقول لك اوكي ماشي راح تشتري خضار، بس ما ينفعش تجمعي اختك وبنت عمك وبنت عم جوز خالتك والناس دول كلهم عشان رايحين تشتروا خضار مع بعض. بعد اذن سعادتك الشوبينج بتاعك تشتري لوحدك. افرض مثلا عجبتك
طماطم مثلا نص سوا كده وعايز تاخديها تعمليها صلصه، افرض عجبتك يعني جزئيه حاجات كتير وعايز تاخديها تخزنيها، فتيجي صاحبتك تقول لك هتشتري ايه ده، هتشتري الحاجات الوحشه دي، فانت بتبقي محرجه شويه فبتشتري اغلى واحسن الانواع. بعد اذن سعادتك ما ينفعش انك تخرجي وتعملي شوبينج مع حد علشان ما تشتريش اغلى واحسن الانواع، في حين ان انت ممكن كنت تشتري حاجه جودتها عاديه بسيطه يعني معتدله، وفي نفس الوقت تكون بسعر معتدل، فامنعي تماما انك تشتري اي حاجه مع اي حد من اصحابك. الحقيقه طبعا الاجراءات البيع والشراء كتير، لكن الحقيقه ارجو ان انا اكون اختصرتهم لحضراتكم، ويا رب يكونوا يعني النصايح اللي انا قلتها دي نافعه لحضراتكم. شكرا لكل التابعين لنهايه الفيديو، ان شاء الله اشوفكم بكره في فيديو جديد في تمام الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره. شكرا لكل التابعين لنهايه الفيديو، دمتم في رعايه الله وامنه.